مكتوب اعتقد انها 100,000 جنيه استرليني او حاجه كده. عموما هنعرف منه الخبر بالظبط. مساء الخير يا استاذ احمد. كابتن مجد. الو. ايوه كابتن مجد. ايوه يا استاذ احمد، والنبي وضح لنا الموقف بالظبط بعد اذنك. ايه الموضوع في عجاله سريعه يعني عشان وقتنا. والله احنا كان في بيننا وبين كابتن احمد مجدي، كابتن احمد فتحي. احمد مجدي ده ابني. ربنا يخلي لك. الله يخليك. كان بيننا وبين كابتن احمد فتحي عقد على اساس ان احنا وفرنا له فرصه للاحتراف في نادي شيفيلد يونايتد. وكابتن احمد فتحي خل بالتعاقد معانا. فاتجهنا للاتجاه القانوني والحمد لله ان المحكمه حكمت. محكمه ايه؟ محكمه ايه؟ المحكمه الرياضيه. محكمه الرياضيه الكاس اللي في بتاعه الفيفا. يعني الموضوع فضل يتداول الى ان وصل الى المحكمه الرياضيه في سويسرا، والمحكمه الرياضيه حكمت حكم نهائي. بالظبط كده. بايه بقى؟ بايه حضرتك الحكم بايه؟ هو حكموا ب 100,000 يورو و5% اللي هي الايه الفوائد بتاعه الاربع سنين او الاربع سنين ونص اللي فاتت. طيب عدم تنفيذ الحكم يعمل ايه؟ نعم؟ عدم تنفيذ الحكم. هو كابتن احمد معرض للايقاف بنسبه 100%. لان الحكم ده نهائي، ما فيش اعتراض فيه. يعني كده هل انا حد علمي ما فيش جواب جه للاتحاد المصري لكره القدم بالحكم؟ انا لا، هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو المخاطبه كان عن طريق المحامي بتاع الكابتن احمد، واتبعت للنادي الاهلي صوره من الخطاب اللي طالع من الاتحاد الدولي، واعتقد ان الامور دي واضحه عندهم كلها، احنا مش محتاجين ان احنا نوضح اي حاجه لان هم عارفين كل حاجه ووصلهم كل حاجه. يعني ده حكم نهائي خلاص؟ ده حكم نهائي ما فيش اي كلام فيه. طب انتوا برضو في حاجه بخصوص عمرو زكي؟ والله سيب المفاجاه كابتن مجدي، ليه؟ لسبب واحد، لان الموضوع ده خطير جدا وهتبقى فيه مفاجاه، ويعني انا هقول لحضرتك ديت هيكون لحضرتك انت مش لاي حد تاني. طب يعني في مشكله مع عمرو زكي برضو؟ انتوا اللي سوقتوا عمرو زكي؟ طبعا احنا اللي كنا جايبين له عرض ويجان، وكنا جايبين له العروض التانيه، وبرضو ما خدتوش حقوقه. والله انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في مفاجاه مجهزينها وهتظهر في الايام اللي جايه ديت، وهيكون لحضرتك الاولويه فيها. استاذ احمد رفاعي من النمسا، احد يعني العاملين في شركه تسويق اوروبا.